Decontamination area lecture. محاضرة منطقة التلوث. The objectives. Point of use at the procedure room. Dirty transportation to the CSSD. Cleaning and disinfection of reusable medical device. Quality control in the decontamination area and cleaning method in the decontamination area. سيتم مناقشة المحاور التالية تفصيلياً: إزالة التلوث بعد الإجراء الجراحي مباشرة، كيفية نقل الأدوات الملوثة، إجراء التنظيف والتطهير للأدوات الجراحية، اختبارات الجودة اللازمة داخل منطقة التلوث، وطرق التنظيف داخل منطقة التلوث. Point of use: إزالة التلوث بعد الإجراء الجراحي مباشرة. Point of use is the essential step to save the reusable medical device from damage and prevent the spread of infection out from the blood tissue body secretion that present in the surgical instrument. إزالة التلوث بعد الإجراء الجراحي مباشرة هي الخطوة الأولية والأساسية التي تضمن سلامة الآلات الجراحية والتقليل من انتشار العدوى الصادر من الدماء الأنسجة والأغشية وإخراجات الجسم الأخرى المتواجدة على الآلات الجراحية الملوثة. Gross soil should be removed immediately after procedure by using spray solution contain an enzymatic component or wipe them with the pre-clean medical wipes for purpose of moisturizing soil which cause rust and corrosion to the reusable medical device if dried on its surface and minimize the microorganism growth. يتم معالجة هذه الآلات الجراحية الملوثة بمحلول إنزيمي عن طريق الرش أو المسح، وذلك لتسهيل عملية التنظيف عند وصول الآلات الجراحية لقسم التعقيم المركزي، ولضمان إبقائها رطبة وعدم تجلط الملوثات عليها التي قد تسبب الصدأ أو التآكل لأسطح هذه الآلات الجراحية في حال جفت عليها، والتقليل من خطر نمو الميكروبات وسهولة إزالتها وتفكيك طبقة البايوفيلم من على أسطحها. Place reusable medical device in biohazard bags or directly into its rigid container. Then arrange it in a proper way inside the utility room under restricted sign and specific environmental control standard. واحدة من أهم النقاط في مرحلة تنظيف الآلات الجراحية مباشرة بعد الإجراء الجراحي هو احتواء هذه الأدوات الملوثة داخل أكياس التلوث أو مباشرة داخل عددها، ثم نقلها لغرف التلوث المتواجدة في الأقسام، العيادات، العمليات وغيرها من مرافق المنشآت الصحية تحت ضوابط معينة بيئية وبشرية. فيمنع الدخول لغرف اليوتيليتي روم إلا للأشخاص المصرح لهم، والتحكم في درجة حرارة رطوبة وضغط هذه الغرف للتقليل من انتشار العدوى، مع الأخذ بعين الاعتبار مراقبة جدول إرسال الأدوات الملوثة لقسم التعقيم. Dispose all the following items onto the procedure room and before sending to the CSSD. Sharp items such as blade needles, any body fluid or secretion, gauze, cotton or single-use item. يتوجب على الممارس الصحي المسؤول عن الآلات الجراحية داخل غرف الإجراءات والعمليات الجراحية التخلص من أي أدوات حادة قد تسبب وخز لموظف التعقيم مثل الإبر أو البلايد، وكذلك التخلص من سوائل المريض، القطن، الشاش المستخدم في العملية، وكل الأدوات الجراحية ذات الاستخدام الواحد الغير قابلة للتعقيم مرة أخرى single use. Point of use preparation does not replace the cleaning process. خطوة التنظيف المباشر بعد الإجراء الجراحي لا تغني
عن خطوة التنظيف داخل أقسام التعقيم المركزي. Dirty Transportation، نقل الأدوات الجراحية الملوثة لقسم التعقيم المركزي. Contaminated items should be contained while transport from the facility inside transportation box or enclosed transportation cart to reduce the risk of cross-contamination and infection with the biohazard label sign. يجب أن توضع صناديق الأدوات الجراحية الملوثة أو أكياس الأدوات الجراحية الملوثة داخل عربات النقل المخصصة بالترتيب والتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار من الانسكابات البيولوجية التي قد تحدث وتسبب انتشار للعدوى. ويجب ألا ينسى وضع علامة البيوهازارد ليبل ساين واضحة على عربات النقل. PPE gown gloves must be worn before loading seat transport container into the car. Discard, then close the car. يجب لبس الجاون والجلافز بعد فتح باب لعربة التنقل باليد المجردة وتطهير اليد، ثم تحميل الريجيد كونتينر والترانسبورتيشن بوكس المتواجد بداخلها individual biohazard bag داخل هذه العربة، ثم خلع الملابس الوقائية والجلافز كاملة وتطهير اليد قبل إغلاق الباب، والتأكد من عدم ترك هذه العربة في الممرات دون الرقابة، وإبقاء علامة خطر التعرض للتلوث واضحة على العربة، كما التأكد من اختيار ترولي غير مكسور أو مفتوح، قابل للغسل والتطهير، مناسب الحجم، قابلا لتحمل أثقال الريجيد كونتينرز والترانسبورتيشن بوكس، سلس الحركة. Consider all precautions if transport to another facility. إذا كان النقل سيتم من منشأة لأخرى، يجب أن تؤخذ الاحتياطات التالية بعين الاعتبار: تهيئة الشاحنة المناسبة لنقل الأدوات والحفاظ على سلامة هذه الأدوات خلال النقل، بحيث تكون محكمة الإغلاق قابلة للمسح بالمطهرات وعدم استخدامها لأغراض أخرى، وتطهيرها قبل نقل الأدوات المعلقة للمنشأة مرة أخرى. ويجب الحذر الشديد خلال النقل من انسكابات البيولوجية وتطهير اليد بشكل دوري ولبس الملابس الوقائية عند تحميل الشاحنة بالأدوات الملوثة. Do not mix the sterilized clean items in the dirty cart. من المهم عدم نقل الآلات الملوثة مع الآلات المعقمة بنفس العربة، ومن الممكن النقل بعربة واحدة لطالما استمرينا في ممارسة تطهير العربة قبل نقل المعقم بها. ولا يسمح نهائيا بنقل كرتون الشاش أو القطن مع الآلات الملوثة بنفس العربة. Decontamination area، المنطقة الملوثة. Cleaning is removal of all visible and non-visible soil and any other foreign material from medical device. التنظيف هو عملية إزالة كل الملوثات الظاهرة وغير الظاهرة من أسطح الآلات الجراحية. It is a prerequisite step to the disinfection or sterilization step. التنظيف هو الإجراء الأساسي والخطوة الأساسية لإنجاح الخطوات التالية: التطهير والتعقيم. Cleaning tools and equipment، معدات ومستهلكات التنظيف بمنطقة التلوث. Instrument cleaning sink with two or three basins, different size of brushes, air guns, water guns, detergents and solutions such as alkaline enzyme, neutralizer, rust removal, disinfectants, low and high, ultrasonic cleaner, cart washer, washer disinfector with its accessories, cleaning indicators, cleaning trays, cleaning table, and environmental monitor system. يجب أن يتوفر في منطقة التلوث مغسلة بحوضين على الأقل أو ثلاث مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة لغسل الأدوات الجراحية، كما يجب أن تحضر فرش التنظيف النظيفة بجميع المقاسات المختلفة،
ويجب أن يتوفر مسدس الهواء ومسدس الماء لعمل فلاش للأدوات المجوفة، كما يجب أن يتوفر جميع محاليل التنظيف والتطهير اللازمة داخل هذه المنطقة، والتأكد من تعبئة الغسالات بالتركيز الصحيح والمعيار الصحيح Right Calibration، وسلامة أنابيب سحب المحاليل من الدوزنج بمب، والتأكد من الشلف لايف الخاص بالمحاليل. كما يجب أن يتوفر Ultrasonic Washer Disinfector مع الراك ونظام دورات مختلفة طويلة قصيرة ودورات الأنستيزيا والأدوات اللازمة لتفكيك الآلات الجراحية وطاولات للفرز ونظام بيئي يعمل على تحديد الضغط الحرارة والرطوبة داخل منطقة التلوث. Receiving تسليم الأدوات الملوثة. يتم استلام الآلات الجراحية قبل الدخول لمنطقة Decontamination Area، ويجب على الممارس الصحي لبس الملابس الوقائية Personal Protective Equipment كاملة وبالطريقة الصحيحة التي تضمن سلامته، وتطهير اليد بغسلها قبل لبس الجلوفز، ويجب أن يوثق كل الآلات الجراحية المستلمة قبل إدخالها ومن ثم فرزها وتفكيكها، والأخذ بعين الاعتبار للدليل الخاص لكل أداة جراحية في تطبيق عملية التنظيف، التطهير والتعقيم الخاصة بها. Method of cleaning: manual cleaning followed by manual disinfection. Mechanical cleaning followed by washer disinfector or ultrasonic cleaner. طرق التنظيف للآلات الجراحية: إما أن يقوم بالتنظيف اليدوي يتبعه مرحلة تطهير يدوي، أو يقوم بالتنظيف اليدوي يتبعه مرحلة تنظيف وتطهير بالwasher disinfector. Spalding classification: reusable medical device reprocessed to appropriate level depend on the body site where the device will be used and the risk associated with the particular procedure. تصنيف الآلات الجراحية يتم حسب استخدامها داخل جسم المريض. If reusable medical device contact the patient's skin only, it will consider a non-critical reusable medical device. And microorganism can be inactivated by using cleaning and applying the low intermediate level of disinfectants. إذا كانت الآلات الجراحية مستخدمة على جلد المريض فقط، فستعد هذه الآلات غير خطرة، ويكتفي بتنظيفها ثم معالجتها بالمطهرات خفيفة إلى متوسطة التركيز كالكحول. If reusable medical device contact the mucous membrane of the patient, it will consider a semi-critical reusable medical device. And microorganism can be inactivated by using cleaning and immersed in a high-level disinfectants. إذا كانت الآلات الجراحية مستخدمة داخل مجرى المريض بدون خرق الأغشية إلى مجرى الدم، فستعد هذه الآلات متوسطة الخطورة، ويجب تنظيفها ثم معالجتها بالمطهرات عالية التركيز. If reusable medical device contact the bloodstream of the patient, it will consider a critical reusable medical device. And microorganism must be inactivated by using cleaning, disinfecting, and sterilization process. إذا كانت الآلات الجراحية مستخدمة داخل مجرى دم المريض، فستعد هذه الآلات عالية الخطورة، ومن اللازم تنظيفها وتطهيرها ثم تعقيمها. Manual cleaning التنظيف اليدوي. The first sink for cleaning should be filled with the water having temperature range of 27 to 44 with the enzymatic detergent solution. The second sink is for initial rinsing with the plain or deionized water that should be changed frequently if manual disinfection process after manual cleaning. تعبأ المغسلة الأولى بماء دافئ درجة تقديرية 27 إلى 44 درجة مئوية مع إضافة التركيز الصحيح للمحلول الإنزيمي،
ويرجى التنبه إلى اختلاف معيار التخفيف من منتج لآخر، ولذلك يجب اتباع الإرشادات الخاصة بكل منتج محلول إنزيمي على حدة، والتأكد من فعالية المحلول الإنزيمي بمؤشر النظافة الخاص به. يملأ الحوض الثاني بماء عادي أو ماء معالج دايونايت إذا توجب التطهير اليدوي بعد التنظيف، ويجب تغيير المحلول إذا أصبح ضبابي متسخ مباشرة لمنع تبقيع الأدوات والتصاق الشوائب والملوثات مرة أخرى على أسطحها. This is a simple all complex device and open all joint instrument. من المهم جدا التأكد من تفكيك الآلات الجراحية كما هو موضح بدليلها الإرشادي في Manufacture Instructure of Use، وفتح مفاصلها ليتسنى وصول المحلول المنظف على أسطحها. Soft or stainless steel bristle brush to clean serration and box lock without harm or damage the instrument surface. عملية التنظيف تستلزم استخدام فرش التنظيف الخاصة بالتجاويف أو الناعمة أو حتى الستانلس ستيل للآلات الجراحية المتواجد عليها ملوثات جافة أو مواد غير قابلة للإزالة، ويجب الوصول لمفصل الآلة الجراحية بوكس لوك هاندل مقبضها سيريشن أند تيبس المنشار والسنون المتواجد على أسطحها والتيوبس التجاويف المتواجدة بها، مع الحرص والمحافظة على عدم خدش الطبقة الخارجية للآلة الجراحية وعدم التسبب في إتلافها. Cleaning should be under the surface of the water to reduce the risk of aerosol production. التنظيف يجب أن يتم أسفل سطح الماء منعاً لتطاير الرذاذ الملوث على الممارس الصحي، ويجب أن يقوم بالتنظيف في حركة مستمرة ذهاباً وإياباً. Items such as electric power, pneumatic power, battery power, delicate eye device, lens rotoscope, fiber optic device cable cannot be immersed underwater, so follow the instruction for use for this surgical instrument. بعض الأدوات الجراحية لا يمكن غمرها في المحلول، البعض الآخر منها لا يمكن إدخالها في جهاز الألتراسونيك أو الواشر ديسنفكتور، ومنها الأجهزة الجراحية المحتوية على بطاريات، عدسات، موتور هواء، كيبل كهربائي، كيبل به ألياف أو آلات جراحية دقيقة جدا كأدوات العيون. Washer disinfector. Technicians should use correct rack. Washer rack should never be overlapped. Spray arm should move freely during operation. يجب على الممارس الصحي اختيار الراك المناسب والدورة الصحيحة. فعلى سبيل المثال أدوات التخدير يجب أن توضع في راك الأنستيزيا وتخصص دورة خاصة بها تسمى بالأنستيزيا سانكت. كما يجب عدم تكديس الآلات الجراحية في أرفف الراك حتى يتسنى لمحاليل التنظيف الدخول لأسطح الآلات الجراحية وتنظيفها بشكل فعال، ويجب ترك أذرع ضخ الماء حرة الحركة بدون أي عائق لها. في حال ملاحظة تعطله أو توقفها بسبب أي عائق يجب إعادة دورة الغسيل. Inspection and cleaning of spray arm strainers. For washer disinfector efficiency test, use protein test, water pH and hardness, washer's temperature test. يجب الحرص على تنظيف الصفايات الخاصة بالwasher disinfector يوميا، والتأكد من عملية تنظيف الشامبر دون وجود أي نمو للميكروبات أو كيلز، ويجب صيانة الغسالات يدويا ودوريا كما التأكد من سلامة ذراع ضخ الماء من أي أعطال. ومن المؤشرات اللازمة للجودة والكشف على سلامة هذه الغسالات وفعاليتها اختبار درجة الحرارة، اختبار عسر الماء، اختبار الرقم الهيدروجيني للماء، والاختبار إزالة البروتين والملوثات من أسطح الآلات. Ultrasonic cleaner. Ensure that the manufacturer recommendations are followed regarding the ultrasonic cleaner detergents are compatible. يجب التأكد من موافقة الشركة المصنعة للآلات الجراحية من تنظيفها داخل جهاز الألتراسونيك وتوافق المحلول مع الجهاز. For cannulated instrument, it should be flushed and brushed before loading in the ultrasonic.
يجب مراعاة تنظيف الأدوات المجوفة قبل إدخالها لجهاز الألتراسونيك. Ultrasonic water must be degassed daily and after changing sonic cleaner for 5 to 10 minutes. Degassing is the process of releasing dissolved air bubbles. يجب عمل اختبار جهاز الألتراسونيك وهو يسمى باختبار الديجازينج للتأكد من فعالية الجهاز خلال عملية الكافيتيشن وهي عملية تفكيك الملوثات بابتلاع فقاعات الماء للملوثات بالموجات الفوق صوتية. Water should be changed when it's visible soiled. يجب تغيير المحلول عند ضبابيته أو اتساخه مباشرةً.